بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل الوطن. مشاهدينا الأعزاء، كيف انقلب علي صالح على الدولة وتحالف مع الميليشيات الطائفية، وعن أي إنجازات يتحدث وقد أعاد اليمن عشرات السنين إلى الوراء، وما جدوى التصالح الذي يدعو إليه في ظل استمرار جرائم القتل والتشريد والاعتقال التي ترتكبها ميليشياته كل يوم. صالح وحقيقة دعوة التصالح موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن، وناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ صالح لنجف العبيدي، مستشار وزيرة الأوقاف اليمنية والناطق باسم المقاومة الشعبية بمارب. مرحبا بك شيخ صالح. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين له بإحسان ليوم الدين صلى الله عليه وسلم. نحن سعيدين أن تكون معنا شيخ صالح، وسيكون معنا أيضا مجموعة من قيادة الأحزاب السياسية للتعليق على الدعوة التي أطلقها علي عبدالله صالح في ذكرى توليه حكم اليمن في ظل الأوضاع التي تحيط بالبلد الآن، التي كان هو رأس حربة في وصولنا إلى ما وصلنا إليه. لكن في البداية شيخ صالح وضيوفي أيضا ومتابعينا عبر يعني في المنازل وفي كل مكان، سنتابع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوعنا ونبدأ النقاش بعد ذلك. 4 عقود من التعقيد المتعمد لحياة الشعب لأجل فرد. 4 عقود قضى المخلوع 3 منها على كرسي الحكم يمتص الثروة ويسير عكس أهداف الثورة، فيما يوشك أن يستكمل العقد 4 منتقما من الشعب الذي ثار عليه بعد صبر طويل. هو كائن حقود، هكذا يقول من عايش المخلوع عن قرب، وهكذا تؤكد كل الأحداث إبان حكمه وأثناء ثورة فبراير وما بعدها. لم يكن قد مضى على ثورة سبتمبر أكثر من 16 عاما حين وصل المخلوع إلى سدة الحكم، وصول ستثبت الأيام بعد عقود أنه مثل ردة نحو ما هو أنكى من الإمامة، خصوصا وأنه في محصلته النهائية سيقود لإعادة الإماميين بنسخة إيرانية من الكهف إلى القصر انتقاما من الشعب المنحاز لأهداف الثورة. كرس المخلوع الاستبداد عبر إقامة حكم فردي لا جمهوري لتعود في ظل حكمه كل مظاهر الفوارق والامتيازات. عمد لبناء جيش يحميه لا جيش وطني يحمي الثورة ومكتسباتها كما أراد ثوار سبتمبر. وفيما تدهور وضع الشعب الاقتصادي تم تجير الوحدة التي ضحت الأجيال لتحقيقها لصالح الحاكم المطلق، لينتهي المخلوع في لحظة انكشاف تام من كل أهداف سبتمبر، وهو يضرب عرض الحائط بكل مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها التي دعت الثورات لاحترامها، واضعا يده في يد إيران ضد الوطن والعرب، مدخلا اليمن في فتنة لم يشهدها عبر تاريخه، حيث ملايين المشردين وعشرات آلاف القتلى والجرحى ومجاعة تصنفها المنظمات الأممية بوصفها الأسوأ، وتمزق في النسيج المجتمعي هو أسوأ من كل ما سبق. ومع كل ما أصاب اليمنيين من بلاء المخلوع وهو يحكمهم ومن انتقامه بعد أن أدرك استحالة أن يعود لحكمهم، لم يعد مستغربا أن يحدثك يمني أن المخلوع هو الكائن الذي يجب أن تفهم منه عكس ما يقول، فالمصالحة هي مزيد من الحرب، والجوار تعني المزيد من الصواريخ والمقذوفات، والشعب هم أولئك القلة المتحركون في دائرة انتقامه، ولجل الشعب الرافض لأحقاده الموت. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الشيخ صالح لنجف العبيدي، مستشار وزارة الأوقاف والناطق باسم المقاومة الشعبية بمارب. استمعت إلى التقرير شيخ صالح، وقبل ذلك استمعت أو ربما قرأت الخطاب الذي كتبه علي عبدالله صالح في ذكرى تولي حكم اليمن ودعا من خلاله إلى التصالح، ما تعليقه؟ أولا أن هذا اليوم الذي علي عبدالله صالح تبلى هذا يعتبر اليوم الأسود في اليمن، بين وصول علي عبد الله صالح في 78 إلى كرسي الرئاسة هو النكسة الثانية لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، بأن هذا الرجل عمل على
إجهاض الثورتين وأهدافها وكل ما هو جميل في اليمن، من بدأ اليمن ينمو، بدأ اليمن يتطور، ولكن هذا جاء وأنهى كل الآمال اليمنيين وعاد بالحكم الإمامي من الباب وليس من الطاقة، كما جاء في اتفاق مؤتمر حرض في 69. فأتى بالنظام الملكي والنظام الإمامي والكنهوتي من الباب، هذولك أتوا به من الطاقة وهو أتى به من الباب. ثانيا هذا يعتبر يوم أسود على اليمنيين، وصول علي عبد الله صالح إلى الحكم الذي منذ وصلي إلى رئاسة الدولة أثار الفتن والحروب القبلية في مختلف المحافظات وبين مختلف أبناء اليمن جميعا، ولا قرية ولا بيت ولا مديرية ولا محافظة ما هو ضحى بأبنائها بينهم والبين بحروب قبلية، ولا بيت ما هو أدخلها الحزن والأسى والمصايب من بيوت أبناء اليمن جميعا، سواء في محافظة مارب أو محافظة الجوف أو محافظة البيضة أو محافظة صنعاء أو محافظة صعدة. فهذا يوم أسود، وأنا أعتبره اليوم الأسود الكبير على اليمنيين، وصول علي عبد الله صالح في 78 الذي يحتفل به. ثانيا علي عبد الله صالح عندما يدعي إلى المصالحة هذه مهزلة ومضحكة في الوقت الحالي. نحن الدعاء الشرعية بقيادة عبد ربه منصور هادي ثورة 2011 هي اللي دعت إلى المصالحة وتنازلت عن الدماء، ودعينا إلى المصالحة وقبلنا بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية من أجل المصالحة ومن أجل تجنيب اليمن الحروب والمصائب. ولكن ليه ما علي عبد الله صالح دعا إلى المصالحة في 94 عندما اجتاح الجنوب ونهب الأموال وأهدرهم ونهب المحافظات الجنوبية كاملة ونهب دولة كانت ذات سيادة وذات نظام وقانون؟ ليه ما دعا إلى المصالحة بعد 2011؟ ليه ما دعا إلى المصالحة في 2014 بدل ما يحط يده في يد الميليشيات الهمجية تتار القرن 21؟ ليه ما حط يده هذا الرجل وإحنا والشعب اليمني وبقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي مدوا يد المصالحة ويد السلم له والشعب اليمني؟ اليوم إيش من مصالحة يدعي لها؟ نحن ندعي إلى المصالحة، قيادة الشرعية ندعي إلى المصالحة، ونحن مع المصالحة ونحن مع الحلول السلمية شريطة. وكل من أهدر راق دماء اليمنيين مس إيده بدماء اليمنيين من الحوثيين والعفاشيين أو هدم دولة اليمن أو نهب إمكانيات البلاد بأنه لا يدخل في المصالحة، ما الباقي؟ نحن ندعي شعبنا جميعا، ندعي رجال اليمن، ندعي المقاتلين، ندعي كل الأحرار اليمن للهبة والوقوف والانضمام إلى الشرعية وللمقاومة والجيش الوطني، نرحبهم. الجيش الوطني أكد للشعب اليمني من هذا المنبر بأنه جيش الشعب، جيش اليمن، جيش الدولة الاتحادية، جيش الستة الأقاليم، وليس جيش أسرة أو عائلة أو محافظة أو مديرية أو قرية، بل جيش اليمن الاتحادي، جيش دولة النظام والقانون، جيش الستة الأقاليم، جيش الأمن والاستقرار، جيش المحبة لليمن، ليس جيش عفاش الذي بناه على كره اليمنيين، بناه على كره آبائهم وأجدادهم وأصولهم ومناطقهم وبلادهم، بنى جيش له شخصيا عائلي له ولأولاده وأولاد أخوه والعصابات المافيا المتربعة معه. هذا لم يجيب للبلاد خيرا ولم يجلب للبلاد إلا كل المصائب والويلات. نسأل الله أن يكفي اليمن شره، وقريبا إن شاء الله أن يكون أما قتيلا أو في قفص الاتهام هو من معه من الذي دنسوا أيداتهم بأيدات بدماء اليمنيين أو هدموا دولتهم ونهبوا أموالهم والمصالحة. أيوة. نحن دعينا لها في 2011 ندعي لها الآن الشعب اليمني، لكن كل من دنست بدماء اليمنيين أو أهدر أموالهم أو هد دولتهم لا مصالحة معه إلا بالمحاكم. أشرت الشيخ صالح إلى أن يوم تولي علي عبد الله صالح بالنسبة لليمنيين يوم أسود. هو كتب عن اليوم الذي تولى فيه حكم اليمن وقال أنه حمل يعني كانت الظروف يعني بالغة التعقيد وحمل كفنه من منذ اليوم الأول على كفيه.
هناك من يرى بأن يعني علي عبد الله صالح أيضا قدم لليمن، وهناك من أنصاره من يقول أن في حكمه، وهو أيضا أشار إلى أن هناك إيجابيات وهناك سلبيات، أخفق في أشياء وأجاد في أشياء، ما تعليقه؟ تعليقي لم يجد أي إيجابيات، كل أعماله سلبية، كل أعماله أعمال شر وأعمال فتن، خرب يعني. جاء علي عبد الله صالح ونحن لا نعرف التقطعات ولا نعرف السرق في اليمن، السرق ما في سرق في اليمن، ولا متقطعين ويعملون نقاط في مختلف طرق والقبائل تعمل نقاط. أتى علي عبد الله صالح وخرب هذا النظام الحاكم الذي يحكم اليمنيين من آلاف السنين، العادات والتقاليد والأعراف القبلية. كان عندنا من العيب أن تقول فلان سارق وخلى الشعب اليمني كلهم سرق ومتقطع، من العيب أنك تركز برميل وتتقطع في طريق في عادات القبائل اليمنية وأبناء اليمن جميعا من شيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأتى وخربها، جاب الشعب وخلاه سارق، أكثر أغلب الشعب خلاهم سرق. والشعب كان من أشرف الشعوب، كان عندنا عيب، كل شيء عيب، السرق عيب عند اليمنيين وتقطع عيب، ولكن علي عبد الله صالح حله وجاي يريد يخرب كل ما هو جميل في اليمن قبله، يريد يهدم كل من كان شيخ يجيب له من أصحابه من قلالين العقول ومن أصحابه 20 واحد قليل عقل، وقال قدكم مشايخ ولين قدهم شاضين القبيلة، والقبيلة كانت على شيء، كل قبائل اليمن على أعراف وأزلاف وعلى مشايخ، والشيخ من اجتمعت قبيلته والقبائل المحافظة والمجاورين له الذي يأتون ويعممونه فوق في المجنة، عندما يموت أبوه يجون يعممونه يقولون هذا شيخ القبيلة الفلانية، وتعممه مشايخ المشايخ الكبار، مشايخ اليمن الحقيقيين، مشايخ القبائل المعروفة، مو مشايخ علي عبد الله صالح اللي لفهم لي واللي مدها من 94 وجاي 4 بستم وسرح الضوي. صحيح. طيب في ما يتعلق ب شوف هناك جهود كبيرة لأبناء الشعب اليمني، الشعب اليمني يعني صورتها اليوم بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود المقاومة والجيش الوطني، هناك عادة، هناك وعي كبير، هناك يعني أخلاق يعني ارتفعت بشكل كبير. الشعب اليمني فيه يعني في غالبية بل معظمه الخير الكثير. سأخذ معي الآن الشيخ مقبل الأكرش القيادي في الحراك الجنوبي وعضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك شيخ مقبل، حياكم الله. أهل في البداية شكرا للأخوة العاملين في قناة سين. أهلا وسهلا فيك في هذه الفرصة، مرحبا وسهلا بكم، ونحن سعيدين بك شيخ مقبل. واليوم نتحدث عن حقيقة دعوة علي صالح للتصالح، ما تعليقك عليها؟ أخي الله يحفظكم في هذه الجماعة. نحن بالنسبة لنا يعني تعودنا يعني على عبد الله صالح وحكمة في الماضي، أنه عندما يقول شيء يعمل عكسه. أولا يعني مسألة التسامح والتصالح في هذه المرحلة يعني عندما يدعي لها علي عبد الله صالح، أنا في تقديري أنه ما هو إلا تضليل. علي عبد الله صالح لو أراد التسامح والتصالح لو فعل ذلك يعني بعد يعني تحقيق الوحدة اليمنية الذين يعني حققوا بين الشمال والجنوب، لكن علي عبد الله صالح أنا في تقديري أنه هو عمق يعني الشر يعني بين الشعب البين يعني حين علي عبد الله صالح ركز يعني على بناء العائلة يعني وترك اليمن يعني على في أو ترك اليمن في هاوية، ركز على الثروة وعلى السلطة وبنى له جيش عائلي، فيعني ناب برضه ثروات الجنوب وأدفاع الجنوبيين يعني في 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 في, في كافة مجالات العمل، ادفاع الجيش الجنوبي، ادفاع الامن، ادفاع السلك الدبلوماسي، ادفاع القضاء، ادفاع يعني دمر البنيه التحتيه للجنوب. فباي حال اليوم نحن نتحدث عن التسامح والتصالح حينما نحن اعلمنا مبدا التسامح والتصالح يعني في 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 المحافظات الجنوبيه، ويعني تم مواجهتنا بجهاز الجيوش لمنع
يعني قيام التسامح والتصالح بين أبناء المحافظات الجنوبية. فلو كان يعني يحب التسامح والتصالح لو انقلبت يعني هذه الفكرة من الجنوب ثم عممت المحافظات الشمالية، لكن هذا ما هو إلا يعني ما هو إلا يعني زي ما تقول يعني سياسة بر الرماد في العيون. فمسألة التسامح والتصالح الذي اليوم نشدها كان ينبغي أنه نشدها أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. فأي تسامح وتصالح يتحدث عنه اليوم وهو بالأمس انقلب على مخرجات الحوار الوطني، انقلب على شرعية الرئيس عبد الله المنصور هادي الذي استمد بها شرعية دستورية من الشعب اليمني. يعني اليوم الصواريخ وبالأمس تنطر كل المحافظات، ما هو حاصل اليوم في تعز وما هو حاصل في مارب وما هو حاصل في الجوف وما هو حاصل في الحديدة. يعني هذا لا يبشر يعني بأي حال لمبدأ التسامح والتصالح، بل يعني يبشر يعني يعني المزيد من فتنا أبناء اليمن في شماله وجنوبه. بالأمس يعني حينما هجم على عدن وعلى المحافظات الجنوبية الأخرى بجيوشه، يعني هل هو جاء من أجل التسامح والتصالح أم جاء من أجل قتل يعني أبناء الجنوب وأبناء الشمال على حد سواء؟ الشيخ مقبل الأكرش القيادي بالحراك الجنوبي وعضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، عضو مجلس الشورى، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإدلاءات. إذن شيخ صالح، أشار الشيخ مقبل إلى أن لا أحد يرفض، وأنت أشرت إلى ذلك، دعوات التصالح والجميع يرحب، بل أن الشعب اليمني في اشتياق إلى تصالح حقيقي لا يفلت فيه المجرم من العقاب، ولا أيضا تنقلب عليه الأطراف كما انقلبت على التصالحات السابقة. لكل واحد إيجابيات وسلبيات مهما كان، ليس هناك شر محض كما يقال أو خير محض. علي عبد الله صالح حكم اليمن لأكثر من 33 سنة، لكن هناك من يرى بأنه في خلال هذه الفترة دمر حتى ما أنجز، إن كان أنجز شيئا. علي عبد الله صالح دمر كل ما هو جميل في اليمن، كل ما هو جميل في اليمن دمره. التصالح والتسامح ما أكبر من قلب عبد ربه منصور هادي، رجل قلبه كبير، دعا للتصالح والتسامح، دعا الحوثيين وقال نتصالح معهم وجنب البلاد المصايب. يا علي عبد الله جنب البلاد المصايب، يا ما رضيوا هذا ولا إن قالوا كذبوا وإن قيل لهم كذبوا وإن وعدوا واختلفوا وإن استقووا غدروا. لا التصالح، نحن ضد الحرب، نريد الخير لليمن، احنا نريد الخير لبلادنا ولأهلنا. احنا كل ما نشوف هذا المرض اللي الفتاك اللي فتك بأهلنا في اليمن، الذي أتابع الحوثي وعفاش، اللي سببوا له الحوثي وعفاش قلوب اليمنيين جميعا وعلى رأسهم الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي تقطر دما. كل واحد مش يمسي راضي أو فارح عندما يشوف أهله وأمهاته وبناته وإخوانه وعياله في المستشفيات مرضى ما يلقون العلاج. هذا من جابه؟ من جاب الوباء هذا؟ هذا كان يجي أيام الإمام، الوباء هذا يقول له الطاعون ويقول له العدى والجدري. الآن هذا جاب الوباء لليمني، الوباء الجديد الكوريا هذه، كربخته وجهده ويا الحوثي بها، سمعت؟ والآن المستشفيات ملاء والمجان ملاء، إيش من تصالح الآن؟ إيش من تصالح؟ ما بيت في اليمن من 2014 إلى اليوم ما منه قتيل ولا قتيلين ولا جريح ولا أربعة ولا خمسة. خل الآخرين، اليمن كله زفق الدم في اليمن، المعوقين في اليمن من أسباب علي عبد الله صالح، ميليشيا التتار، الميليشيا الهمجي هو الغاية حق الحوثي المعتوه، وإيران الذي جلبها في اليمن، جلب المصايب لليمن ويريد ينقل المصايب يزيد من اليمن لجيراننا العرب. ما كفاه مصيبته حق 2000 حق عام 90 الذي جنى على اليمنيين، وهذا اليمنيين ونقص عليهم في أكلهم وفي عيشهم وجلب المصايب،
بوقوفه الى جانب صدام حسين للحق هو يا خير الحي منهم والميت. وكانت عقباها على الشعب اليمني كارثيه ومصايبه، ولكن ابناء اليمن نقدم اعتذارنا لاخواننا في مجلس التعاون الخليجي وبالذات دوله الكويت، نقدم اعتذار الشعب اليمني باننا لا كان بيدات الشعب اليمني شيئا، بل كان بيد رجل لئيم، رجل جاحد، رجل كل المصايب فيه ان قال كذب ونقيل له كذب ونوعد اختلف وان التمن خان وان استقوى غدر. فنقدم اعتذارنا من ما عمله في عام 90 وجناه، والشعب اليمني جنى اثمار ما عمله علي عبد الله صالح، وهو كان الرجل الثاني في المملكة العربية السعودية، كان اليمني الرجل الثاني بعد السعودي، لا كفيل لا بإقامة. السعودي في اليمن حر، واليمني في المملكة العربية السعودية حرة حر، وكنا أحرار في بلد واحد، وإن شاء الله نكون في بلد واحد، وغدا سنكون أحرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك العرب ومير المسلمين زعيم القرن الواحد والعشرين الملك الصالح. طيب. الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالعافية والصحة والقوة في جسمه، نصرنا الله ينصره، وعاننا الله يعينه، فرج علينا الله يفرج عليه، وأوانا الله ياويه، وعاننا الله يعينه. نسأل الله أن يثبته وأن ينصرنا على هذا الشذر مه الباغية المارقة الخارجة عن الدين والإسلام والأعراب. هناك من يرى شيخ صالح بأن مشكلة علي عبد الله صالح، وخصوصا هناك في الشرعية اليوم من أعضاء المؤتمر الشعبي العام موجود ومخلص للشرعية ومخلص للرئيس عبد الرب منصور هادي ومناهض أيضا للوضع الميليشاوي في اليمن بشكل عام، لكن هناك آخرين يروا بأن مشكلة علي عبد الله صالح فقط هي في تحالفه مع الحوثيين. هل هذه المشكلة الحقيقية؟ الأخوان الذي انضموا إلى الشرعية وأعلنوا وقوفهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، أعضاء اللجنة العامة والدائمة وكوادر المؤتمر، هذولا جزء من الشرعية وهم من أبناء اليمن، شافوا الخلاف. هذا الرجل لا حزب معتمر، هذا كان هو الكل، كان الرئيس، كان حق المؤتمر، كان الوزير، كان مدير الشركة، كان المحافظ، كان القايد، كان مدير البنك، كان مدير كل شيء، هو اللي يدير ذا الرجل، وخلى هذا الشعب مهمش. ولكن نجني ذنب، نجني الشعب اليمني من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه يجنون، اذنبوا على انفسهم بالصفيق العلي عبد الله صالح، وهذا نجني ذنب الصفقه انك تصفق لحاكم فاسد ضال مضل، ومن حق رجل حاقد منتقم من هذا الشعب ومن حقده لهذا الشعب وانتقامه من هذا الشعب، يتحالف مع ايران ومع الحوثيين الميليشيات الهمجية تتار القرن الواحد والعشرين. ندعي رجال اليمن، ندعي أبناء اليمن الأحرار، ندعي رجالا ونساء من أبناء اليمن يهبون هبة رجل واحد في وجه الميليشيات التتارية ووجه العفاشيين، ومن سار على فلكم ولا هي إلا ساعة، وباينجل الغمام، والنصر لنا والهزيمة للحوثي وعفاش، والمجد والخلود لشهدانا، والشفاء الجرحانة، والحرية للمعتقلين، والخزيل والعار الحوثي وعفاش، ومن سار على فلكم، والخير لليمن والسعادة لليمن وبشرى لليمنيين. نهني الشعب اليمني بالانتصارات في صرواح، وعلى رأسهم الأخ علي عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن والقائد الشرعي وقائد سفينة اليمن. لم يوجد في اليمن مثل عبد ربه منصور هادي الذي فتح صدره للحوار واللقاءات والتسامح، ولكن لم يلقى من يحط يده في يده من هذا الميليشيات التتار ولا العفاشيين. طيب. وأصل البلاد إلى ما أصلوها إليه، فعلى الشعب اليمني والعقلاء منهم يفهمون من هو الذي أصلنا إلى ما أصلنا إليه، ولكن وهو اليوم يدعو إلى التصالح، وهو اليوم طيب. يدعو إلى التصالح، ولكن نقول لهم النصر قادم والشرعية قادمة والجيش الوطني قادم والمقاومين قادمين والمقاتلين قادمين، قادمين يا صنعاء، قادمين يا صنعاء، قادمين يا صنعاء، والنصر لنا والهزيمة للحوثي وعفاش. إن شاء الله معنا الآن أيضا عبر الهاتف من تعز القيادي في أو عضو الهيئة العليا للتجمع الوحدوي الناصري الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. لا مرحبا بك أخي، عضو التجمع الوحدوي اليمني وليس التجمع النصري. عضو التجمع الوحدوي اليمني. نعم. إذن على كل حال أستاذ عبد الهادي، فيما يتعلق بدعوة
علي صالح الأخيرة، ربما سبقتها أيضا دعوات كثيرا ما يدعو إلى التصالح، لا يعني يستثني أحدا حسب تعبيرها الأخير، لكن لم تعد دعواته هذه تلقى من يصدقها إن صح التعبير أو من يتقبلها، لماذا برأيك؟ لأن المسألة ارتبطت الآن باقتراب الجيش الوطني من صنعاء، وأيضا بدء جمهورية روسيا الاتحادية بإجلاء رعاياها من العاصمة صنعاء، وبالتالي هو الآن شعر أنه بدأ يحاصر تماما في العاصمة، وهناك خلافات بينه وبين حلفائه الجدد الذين اختارهم متناسيا أو متنكرا لسنوات ظل يهددنا بعودة الإمامة والإماميين. اتضح أن ربما أنه لا إمام في البلد إلا هو، وبالتالي كل تلك الدعاوى والتشدق بالجمهورية والحفاظ على الجمهورية كانت كلها محض افتراء على ظل استهلك كل ما لديه أو استهلك حبل الكذب إلى آخر مدى، وبالتالي الآن المصالحة على أشلاء الدماء التي سقطت من أجل أن يظل هو يحتفظ بمصالحه على حساب الشعب اليمني، هو الآن لا يحسب حساب نفسه وحساب الثروة التي نعيدها من الشعب وحساب 33 عام تم سرقة أول عمر الشعب اليمني ذهبت هباء منثورا. ما كان الناس يعتقدون أنه دولة أضحك سلطة له ولأقاربه والعصابة التي تحكم معه، وبالتالي يعتقد الرجل أنه كما مرر 33 عام بالكذب والتضليل والدجل وإهلاك موارد البلد وتشييد الشعب اليمني يمكن أن تعطى له فرصة أخرى للاستمرار في نفس المسلسل. ليست بأكبر من فرصة المصالحة الوطنية الحقيقية التي كانت متمثلة بالمبادرة الخليجية والتي من ضمنها أعطته حصانة على المساءلة، لكن في الأخير انقلب حتى على هذه المصالحة التي كانت برعاية دولية. طيب هناك يعني مسؤولي، هنا السؤال، ما مسؤولية صالح فيما آلت إليها الأوضاع اليوم في اليمن، خصوصا أنه إما عن طريقه أو طريق إعلامي يحاول أن يتملص عن المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين، إما عدوان آخر، عدوان خارجي أو ثورات الربيع العربي من ضمنها ثورة 11 من فبراير؟ ما يعتبر صالح عدوان خارجي هو نتاج الانقلاب الذي قام به والذي بدأ من عمران، لم يستدع القارب سوى صالح، صالح هو من استدعى القارب واستدعى التدخل، صالح هو من قلب الولايات على الشعب اليمني، هو من سلم رقاب الجيش لميليشيات، وهو من أسقط العاصمة، هو من أيضا من قام بعصار الحكومة الشرعية، هو من انقلب على المبادرة الخليجية، هو من انقلب على نفسه أيضا بجربة أساسية، انقلب على الحصانة، انقلب على المبادرة، انقلب على مخرجة مؤتمر الحوار. هذا الرجل لا عهد له ولا ميثاق، وبالتالي الحديث عن عملية مصالحة وفق أي آلية، ما هي الضمانات؟ هذا الرجل لا أحد يضمنه، كان يبحث عن جماعة متنصلة يحملها المسؤولية، وجد الحوثيين كانوا عبارة عن جماعة أدرت وافطة هي لصالح، يعني هذه الجماعة جماعة ما قد سياسية وبالتالي روض لها، وهي جماعة دينية تقليدية تنهار السياسة بالعنف كما هو في تعريف هذه الجماعة، استقلها صالح من أجل الانقلاب على الشعب اليمني. الآن ضاقت الحلقات، الآن هنالك ما يقارب 100,000 قتيل تقريبا، انهك الجيش، انتهت، ابتلعت الدولة، ترى مصادرة أصول الشعب اليمني بشكل عام، دمرت مدن، أهلكت أسر، دمر اقتصاد البلد، ما الذي يمكن أن يتصالح الناس معه مع صالح عليه؟ عضو الهيئة العليا للتجمع الوحدوي اليمني عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز، أشكرك جزيل الشكر. طبعا في دقيقة وسنخرج إلى فاصل، فيما يتعلق بدعوات التصالح، هل هناك من يرفضها؟
مرفوضة من قبل الشعب اليمني. هل أحد يرفض أي دعوة للتصالح أم أن التصالح في حد ذاته أمر مقبول ومرحب به وتوجيه رباني حتى؟ إذا كان صادق في دعوته يخلي الحرس الجمهوري وأنصاره ينضموا للشرعية، يعنون ولاهم للرئيس عبد ربه منصور وللشرعية، وهو يقدم نفسه للمحكمة إذا كان يريد التصالح، ويخلي ويقدم نفسه يسلم نفسه لأقرب دائرة حكومية من مسيطرة أطراف منطقة فيها الشرعية ويسلم نفسه إذا كان صادق بالتصالح، وسيلقى محاكمة عادلة. وأنا أكد له إذا سلم نفسه أن الشعب اليمني هو سموح، ممكن أن يتغاضى عن أشياء كثيرة، ولكن القضاء هو مرجع الجميع. سنخرج إلى فاصل قصير شيخ صالح، ثم نعود ونكمل حوارنا عن صالح وحقيقة دعوة التصالح التي أطلقها. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا لهذا اليوم حول حقيقة دعوة علي صالح للتصالح التي نادى بها في ذكرى توليه حكم اليمن في مقالة له. والجدير بالإشارة إلى أنه فعلا الوضع اليوم في اليمن أصبح لا يطاق. الشرخ الاجتماعي الذي حدث بعد انقلاب الميليشيات على الشرعية شمل مجالات كثيرة ومتعددة، الناس الآن في السجون، في الجبهات، المعارك مستمرة، الجرائم مستمرة، ولا مناص للشعب اليمني من تصالح يعم الشعب اليمني ليعود المجال وتعود المياه إلى مجاريها. لكن بالنسبة هنا أسأل الشيخ صالح، بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الجرائم في حق الشعب اليمني، بالنسبة لكل من قتل وشرد، بالنسبة لكل من اختطف وعذب، يعني في أي مصالحات في الدنيا مثلا ما مصيرهم؟ ربما في 2011 كانت هناك مصالحة وطنية ومبادرة خليجية وشملت الجميع. مبادرة الخليجية جبت ما قبلها في 2012، من 2012 وقبلها جبت ما قبلها، ومصالحة وطنية ودعت إليها وقبل بها الشعب اليمني جميعا. بغض النظر ما كانت المصالحة، كان بعض الناس ضايق منها، ولكن قبل بها الشعب اليمني جميعا، حاكم ومحكوم. كمخرج لليمن من المصايب الذي أصبحنا فيها، إلى الناس استمروا في الميادين ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولكن مصالحة علي عبد الله صالح هذه، كل من إيده تلطخت بدماء اليمنيين أو هدم دولة اليمنيين سيقدم للمحاكم وسيلاقي محاكم عادلة. إن عنده شيء أما الشعب اليمني فإحنا فهو بيننا ما بينه وما بينهم شيء، ما بينهم التصالح والتسامح وأخوة وأولاد عم، وذا خال ذا وذا نسيب ذا، ولا كان شيء فرق قبل وصول علي عبد الله صالح والحوثي وتتارة إلى اليمن، أكان شي فرق؟ هذا شافعي وهذا زيدي، ولا وذا خال ذا وذا عم ذا وذا جد ذا، ومن هو يقرأ منهم؟ أما الجميع وصلى بهم في المسجد، ما كان شي فرق ولا شي فوارق. الآن هذا أوجد شرخ في الشعب اليمني كبير، وخرب النسيج الاجتماعي في اليمن جميعا، والناس كانت عندها عادات وتقاليد وشيم وقيم واحترام وتقدير البعضهم البعض، وحصانات بقوة بعرافهم. هذا لم يستطيع يصنع نظام ولا قانون، هدم كل ما هو جميل ولا جاب بدله. شوف، هو لو جاب نظام وقانون ودولة مؤسسات، يعني كان خدمت الشعب اليمني وخدمته خيب الشقة ومقطوع الرجاء، الله يخيب شقاه ويقطع رجاء. ولكن رحل المشاكل كلها، رحل المشاكل من عام 90 وهو يرحل من المشاكل، هو من يوم تولى من 78 ويرحل المشاكل ويريد مخرج. جت الوحدة، قالوا الوحدة مخرج في عام 90 مخرج للمشاكل، ولكن ما الوحدة ما خلاها غير تدوم شهرين ثلاثة إلا والمشاكل مقبلة. قام الشركاء في الوحدة واستلمهم اغتيالات وذبح ومؤامرة عليهم. شركاه الذي سلموا له دولة وبلاد ونظام وقانون، وسلموا له دولة كاملة وقالوا
من أجل اليمن نتنازل، من أجل الشعب اليمني نتنازل، من أجل البلاد اليمن نتنازل، حبا لليمن نتنازل. وقالوا اتفضل وانت رئيسنا. ولا أخذت شهرين الوحدة إلا والتآمر بادي منه ومنقلب عليها وعلى من حققها معه وعلى من سلم له وعلى له الوحدة. فهذا رجل كذاب خداع. طيب عبد ربه منصور هادي انتخبه 7 مليون من الشعب اليمني، 7 مليون من الشعب اليمني من المسجلين في التصويت، مسجلين في قوائم الانتخابات 7 مليون انتخبه. طيب ما أكبر من قلب عبد ربه منصور، صدره وسيع، فتح للمبادرة والمصالحة وعقد مؤتمر حوار وطني وقال كل الشعب اليمني بجميع مشاربه وأطيافه السياسية والقبلية والتنظيمية وكل اليمني اجتمعوا في مؤتمر الحوار الوطني، وقال مؤتمر حوار وطني مفتوح لليمنيين جميعا، وتحاوروا فيه وأخذوا وأعطوا ومدد لهم لعند 10 أشهر فيه حتى خرجوا بوثيقة اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم، دولة نظام وقانون، أمن واستقرار، عدل ومساواة، مواطنة متساوية، وكنا نعيش تحت النظام والقانون والدستور وكنا متساويين يمنيين بالحقوق، لا عاد زيد يغلب عمر ولا عمر يغلب زيد، وكنا يمنيين وبقايا عصابات المافيا كلا في محافظته وعند ربعه في قليمة، انسرق قد بيدرون به ربعه وشوهوه واتزن في وشلاله وبيبقون معه ويحبونه وبيبقى يذكره التاريخ. لكن هذا ما يريد للبلاد خير ولا يريد لها سعادة ولا يريد لها أمن ولا استقرار ولا يريد لها لا نظام ولا قانون، يريد لها الدمار، يريد لها عصابات المافيا تتربع والمتنفذين على الآخرين ويعيشون. الذي ما يسرق وهو من مسؤولينه ما هو مسؤول، الذي ما يمص، الذي ما ينهب خير المحافظة اللي ينزلكم حافظ في تعز ولا في مارب ولا في الجوف ولا في البيضة ولا في صعدة ولا في حضرموت ولا في أبين ولا في شبوه، إلى ما مصيت رزق شبوه ولا المحافظة وطلعته وبنيت به قصور وسويت في البنوك في الخارج، فلن تبصاحبه. بل لم يكتفي بذلك، الجيش الذي أعده طوال 33 سنة بدأ يستخدم من بقي منه لضرب الشعب اليمني، والمعارك الآن الدائرة يعني ناتج من هذه النواتج. طيب اسمح لنا شيخ صالح أن نشرك معنا أيضا في الحوار الشيخ عبد الله علي سعتر. مرحبا بك شيخ عبد الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. لصالح دعوة في ذكرى تولي حكم اليمن كما أشار من خلالها ودعا فيها إلى التصالح لا يستثني أحدا، لم تلقى هذه الدعوة أي رواجا ولم تلقى حتى ردود أفعال لا من أحزاب سياسية يمنية ولا أيضا من مكونات عسكرية ولا حتى المجتمع الدولي تعامل معها، برأيك لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل الله الرحمة للشهداء ونسأل الله شفاء الجرحى ونسأل الله الحرية للمعتقلين، والشكر موصول لقناة السعيد وللضيف الشيخ صالح وللضيوف الضيفين الآخرين. علي عبد الله على الناس جربوه مش أول مرة، وبالتالي كل الناس يأسوا منه مرة بعد مرة، وكان بالإمكان أن لا تكون حرب بالأصل بالحصل يعني مرة بعد مرة. وقال المهم النية عندما وقع في أيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عندما وقع البادرة، وقال هو المهم النية مش التوقيع، وهو يعني أنه هو نفسه من نية خاسرة، وكان يقصد أمام الإعلام أنه الآخرين ما بيوفوا لكن هو اللي لم يوفي. وهو في واقع الامر منتقم من الجميع، يعني هو المنتقم من الحوثيين وهو يريد ان يكون هم وقود ايضا، ومنتقم من الجيش وراى انه لم يقف معه في وجه عبد ربه وانه كذا، ومنتقم من الشعب انه كان يرى انه لا يمكن يوم من الايام ان يقول للشعب له هذا خطا، يعني ما أحد انتقم منه أبدا، ما حصلت له محاولة اغتيال. هذا كلام يعني الذي عنده في جامع النهدين المطلوب أنه يخرج التحقيق، وهو كان قائد الحرس بن أخيه، والقضية يعني لا تزال إلى اليوم ما ظهر منها شيء. لماذا لا يعلن الحقائق؟ لماذا لا تظهر الحقائق؟ ما هي القصة؟
علي عبد الله صالح ما احد حاول انه يقتله او احد قال دمروا بيته او احد قال اقتلوا عياله، انما قال لا نريد دولة مؤسسات، نريد المساواة بين الناس، نريد ان نرى بلدنا في مصاف البلدان الاخرى. هو في حقيقة الامر عندما يدعو للمصالحة يعني عبارة عن نوع من الخداع للعوام للناس التافهين الذين لا يفهمون شيئا. وإلا بالمسألة أبسط من أن يدعو دعوة، لماذا يدعو؟ ما كانت حاجة إلى هذه الدعوة، كان عليه أن يتصل تلفون لقياداته العسكرية التي في الميادين وستنتهي الحرب تلقائيا، وسينتهي عندما يقول ضرب الطيران وسينتهي يعني ما عاد فيش لا حد بيبقى تحالف ولا بيبقى ضرب طيران ولا بيبقى ضرب من البحر ولا ما يسمي هو نفسه الحصار ولا يوضح مفتاح الخل عند علي عبد الله صالح بأي سر ما يمكن. اسحب قواتك العسكرية من الميدان، أعلن إيقاف الحرب وعود المقاتلين إلى أماكنهم وتسليم وعودة السلاح إلى السلطة الشرعية الذي انتخبها الناس بما فيها أنت الذي انتخبت عبد ربه وقلت يعني أنك كرهت السلطة وسلمت لها العالم أمام الناس ويعني وذكرت مدحتها يعني مدح كبير وكذلك أيضا يعني أنت من الذين شاركوا في الحوار الوطني يعني شاركوا أقاربك في الحوار الوطني مع الناس وحزبك شارك في الحوار الوطني. وبالتالي فعندما يقول أنه يدعو إلى مصالحة يدعو من؟ من هو الذي يدعو يعني وعلى أي أساس تكون المصالحة؟ المصالحة يعني أول هو نفسه يتصالح مع نفسه كل يوم هو يعني يعطينا خبر جديد عليه أن يسحب قواته هو لا 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 يكذب ويقول أنا ما بيدي شيء. كيف ما بيدي شيء يعني هذا القوات المسلحة اللي كانت بيد الحوثي بقي من 2004 من 2004 إلى كذا بقي سنوات ما استطاع أن يصل إلى مدينة صعدة وبعد ذلك حتى رغم أنه يسلم معسكرات مدينة صعدة ما استطاع أن يتجاوز حد سفيان ويدخل إلى بلاد حاشد ولكن فجأة سلم له كل المعسكرات من طرف الأرض إلى طرف ما كان يصل إلى منطقة إلا الميليشيا تصل معقول ألوات الصواريخ يسلموها لخمسة أطقم يعني المجموعة يعني أطفال يعني جاءوا ويسلموها له معقول يصل قائد أبو علي الحاكم إلى باب وزارة الدفاع ويدعو لها التحية هذا الكلام يعني معقول يقول أنا لا أنا ما تحالفت أنا ما المصالحة الحقيقية أن يسحب علي عبد الله صالح قواته من الميدان وينفذ القرار الدولي 22/16 وليس فيه أي ظلم له ما فيش لا ظلم لا له ولا لغيره عودة السلاح إلى الشرعية هو حق مش سلاحه هو مش من بيته ولا حتى طالب يسلم من بيته شيء ما أحد حق قال له حتى سلم بيتك قال له سلم حق الدولة السلاح وقالوا له اسحب من المدن التي دخلتها بالقوة عند الحوثيين وكل واحد من الميليشيات يرجع إلى بلاده وقالوا تعود السلطة الشرعية التي انتخبها الشعب اليمني الرئيس الذي انتخبها الشعب اليمني وكان في حينها على الناس أن يتذكروا أنه قال حكومة باسنت وفاشلة واشتري حكومة تكنوقراط وبعدها جاء المهندس محفوظ بحاح وحكومة وفيها نصفة وأكثر من النص الذي باسم المؤتمر غير الذي هم حلفاءه اللي معهم من النصف الثاني في الحكومة وبعد ذلك يأتي ويحاصر رئيس الوزراء ويحاصر رئيس الجمهورية ثم يلحقه إلى أعداد ثم بعد ذلك يضرب بالطيران يعني الرجل هذا عندما يقول أنه يريد دعوة اتصال أو يطلب دعوة صالح هو الآن خطير جدا هو تمرس في السياسة كثيرا هو يريد إلغاء المرجعيات الثلاث البادرة الخليجية وآلية التنفيذية مخرجات الحوار الوطني القرار الدولي ولا يريد مصالحة كلمة مصالحة هذه بعيد 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 في قاموس على عبد الله الصالح وعلى الناس أن ينتبهوا وإذا كانوا يريدوا مصالحة فلا يمكن لأي واحد على وجه الأرض من عندهم أي نزعة إنسانية أن يرضى بما يجري في اليمن من دمار وخراب كل الناس مستعدون للمصالحة هل هو عنده استعداد يعلن الليلة ويقول أنا ملتزم بالذي اتفقنا عليه أما إذا كان يريد أن يعطل هذه الأساس المرجعية طيب على أي أساس نتحاور الآن نبدأ من جديد من الصفر على أي أساس على أي ما هي المرجعية التي نرجع إليها ما الذي نستند عليه في الحال مستحيل أن نعطل المبادرة الخارجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار والقرار الدولي فأنا أعتقد أنا أقول الآن بالفضائيات هذه خيانة عظمى لله ولرسوله وللمؤمنين وأي واحد
سيوافق على إلغاء المرجعية الثلاثة. أنا أعتبره عدو الشعب اليمني وعدو الله وعدو عباده، وهذا الدماء في ذمته. مرجعية ثلاثة لا تنازل عنها. إذا كان هذا عنده استعداد، من فرض عليه فيها شيء؟ ما هو يقول لنا نريد بند واحد، بند واحد يقول لنا هذا البند غلط في هذه المرجعية، لأن إحنا اتفقنا عليها إجماع محلي وإقليمي وعربي وإسلامي ودولي. فمتى نحصل على مثل هذا؟ وفي أي بلد ما استطاعوا في سوريا إلى الآن أن يصلوا إلى ولا حتى واحد من مئة مما وصلنا إليه، ولا في العراق إلى الآن ما استطاعوا، ولا إلى الآن ما استطاعوا أن يصلوا حتى في البلدان الأخرى وقع فيها حروب إلى ما وصلنا إليه. عندنا أسس ومرجعيات يجب أن نلتزم عليها إن كانوا صادقا فيما يقول. يبنى عليها أي مصالحة يتم الدعاء عليها الدعوة لها. المهندس عبد الله علي ساتر عضو الأمن العام للتجمع اليمني الإصلاح كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إليك شيخ صالح. إذن كما قال الشيخ عبد الله، الكرة هي في ملعب علي عبد الله صالح، المسألة لا تحتاج إلى دعوات ولا شعارات ولا شارات ترفع. هناك مرجعيات، هناك أسس تم التوقيع عليها والاتفاق عليها، بإمكانه أن يعود إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويتراجع عن انقلاب 21 سبتمبر الذي يعني تمه مع الحوثيين في صنعاء، ثم تنتهي بعد ذلك الأمور على يعني وفق المرجعيات. أفتكر أن كلام الشيخ عبد الله كان كلام جيد ومغلق ولا داعي للتعليق عليه، لأنه أوجز وجاب كل ما هو في الصدور. علي عبد الله صالح يدعي اولا انا ادعيه ان يتصالح مع نفسه. انا اكد من هنا للشعب اليمني بان علي عبد الله صالح قرروا الاطباء انه منتقم حتى من نفسه. اولا علي عبد الله صالح يتصالح مع نفسه شخصيا، يتصالح مع نفسه ويدعي الحرس الجمهوري الموالي له المخدوعين اللي مخدوع اللي ولاهم للشيطان وله ان ينضمون للشرعية والجيش الوطني والمقاومة، وانصاره ان ينضمون للمقاومة وهو يسلم نفسه لأقرب مركز من مراكز الشرعية، وان يعلن انضمامه وتوبته يلقى محاكمة عادلة، او ممكن حتى الشعب اليمني هو ممكن يعفو عنه الى سلم نفسه الرجال وقال انا الى ذا الحين انا اخطيت واعترف خطاه وانا اتوب الى الله وإلى شعبي. ثانيا لا، هذا رجل زي الحية، الحية لا تامنها، هذا حية لا يمكن يطهر، لا يمكن يطهر. تقصد أن الشعب اليمني جرب معه كثير من جربنا عملية الصالح. جرب مع الشعب اليمني من 78 إلى الآن، عده الآن لاعب في اليمن وعده مهدم اليمن الآن. شوف ذا رحل مشاكل اليمن كلها، حتى بدأ الحراك الجنوبي في 2007 وبدأ المظاهرات في المحافظات الجنوبية واستمرت من 2007 حتى انفجر الوضع في المحافظات الشمالية وتم إعلان ثورة 11 براير، الثورة السلمية الشبابية، الثورة الشعب اليمني جميعا الذي ينضم لها الشعب اليمني من جميع أطيافه، سياسيين وعسكريين وأمنيين ومشايخ وقبائل ومثقفين وصحفيين وقضاء وعلماء وأحزاب، وانضم لها الشعب اليمني كله من شرق الأرض إلى غربها في الداخل والخارج، وأعلن تأييده ودعينا إلى المصالحة، والشعب اليمني بصدور عارية يواجه رصاص علي عبد الله صالح وزبانيته وعملاه وأذنابه في مختلف المحافظات يقتلون الشعب اليمني وهو عاري بصدور عالي، هو يلاقي السلاح بصدور عالي والرصاص. جت المبادرة الخليجية وقلنا المبادرة الخليجية جبت ما قبلها من مآسي علي عبد الله صالح ومصايبه، وأصل البلاد إلى ما أصلها إليها من إلى نفق مظلم إلى نفق مظلم. وقلنا قبل الشعب اليمني ورحب الشعب اليمني بالمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وثورة 11 براير جابت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، جابت عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن، جابت مؤتمر الحوار الوطني، جابت اتفق عليها الشعب اليمني بجميع أطيافه بجميع أطيافه على مخرجات حوار وطني، ووقع عليها جميعا
وكان حزبه وأعوانه وأنصاره من ضمن الموقعين على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والحوثيين موقعين عليها، ولكن كانوا يظهرون يكشرون بأنيابهم، ولكن كانوا يخفون اليوم الأسود في صدورهم، لا هو ولا الحوثي الذي وقعوا على المبادرة الخليجية. وثورة 11 ابريل قبلت الحوثي وقالوا الحوثي الدبور أهون من الشر، ما كنا نتوقع، ما كان الشعب اليمني كله يتوقع ان هذا الحوثي، ان هذا الميليشيات التتار تصل الى ما وصلت اليه، ان يتحالف الشر والدبور، وان يتحالف الشر والدبور، مره الشر والدبور، شر ودبور، والشيطان الاكبر حقهم ايران، شيطانهم شيطانهم ايران، فتحالفوا على الشعب اليمني وانقلبوا على على عبد ربه منصور هادي، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على مخرجات الحوار الوطني، على الدولة، مشروع الدستور برضو، على مشروع الدستور، على الدولة الاتحادية، على الستة الأقاليم، على القرارات الأممية. لا يسعنا في هذا المقام إلا نحيي ونشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت ودولة مصر العربية ودولة السودان ودولة الأردن والمغرب وكل الدول العربية والإسلامية التي متحالفة مع التحالف العربي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك العرب ومير المسلمين زعيم القرن 21 الملك الصالح. نحيي كل الشهداء، شهدانا وشهداء التحالف العربي وشهداء الشعب اليمني جميعا، من مقاومين، من جيش وطني، من مقاتلين، من أحرار، من صحفيين، من كل مختلف طوائف الشعب اليمني، الشفاء لجرحانا والمجد والخلود لشهدانا والحرية المعتقلين والنصر لنا. وأنا أنقل بشرى للشعب اليمني بأن النصر قادم، بأن النصر قادم، صنعاء يا أمير، صنعاء يا أمير، واصلين مدينة سامة بن نوح، ونقول له أننا في مدينة سامة بن نوح مهلا مهلا ونحن قادمين إليكم بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي، كل قادات القوات المسلحة، كل قادات الجيش الوطني، كل قادات المقاومة، كل قادات المقاتلين، كل اليمنيين قادمين قادمين لعاصمتنا مدينة سامة بن نوح وصنعاء، ونقول مهلا لعنا نحن قادمين إليكم وشكرا لكم. شكرا لك شيخ صالح لنجاف العبيدي مستشار وزارة الأوقاف الناطق باسم المقاومة الشعبية بمارب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، حياكم الله. شكرا للضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف، تحية لهم وتحية لكم أينما كنتم متابعينا، دمتم بألف خير، أستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء.